أول إشي تجربتك، كيف بدأت أول مرة اختبرتها، كيف بدأت معك أو شو اللي سويته بالضبط وأنتج لك تجربة خروج من جسد؟ هلا التجربة الأولى كانت صعبة ومؤلمة بنفس الوقت. كيف بدأت؟ طبعا عملت التمارين، أنا حاليا موقف الممارسات كلياتها من فترة 10 سنوات لأنه متعب، زمان بس. متعبة جدا. هذا زمان، أيام ما كنت لسه بعمرك تقريبا، ما شاء الله، أنت كم عمرك؟ عمري بال40 حاليا. تقريبا، يعني نفس عمري تقريبا، كنت في عمري. ايوه، طب كيف عرفت؟ يعني في ناس كثير تسأل عن الشيء هذا، كيف نتعلم الاسقاط نجمي وكذا. انا في هلا دورات، هو في ايش المراجع مثلا، هل في مراجع هلا هي محددة؟ اجمالا صراحة انا لا ماني متذكر الكتب اللي قريت فيها. يعني انا هلا عم بحاول ارجع مثل ما كنت، لسبب انه كيف بدي اقولها، هاي صار بين الانجليزي والعربي. اوكي، ما في، اذا في مصطلح او شيء بالانجليزي احكي له، مش مترجم. لا مو مشكلة. هلا هو أنا عم حق بالنسبة للمتابعين اللي عندك، يعني عم بحاول أكون مبسط للكلمات، يعني بالنسبة للشاكرات، بالنسبة للتمارين إجمالا. كأي شخص مسلم ملتزم بصلاته، هو عنده توازن بالشاكرات أوتوماتيك بدون ما يكون أي له علاقة ممارس بالممارسة، بس وقت بيدخل لهذا المجال وبيحاول يطلع من الجسد بشكل إرادي. يعني هي العلوم هاي أنه أنت تطلع بشكل إرادي، أما بشكل غير إرادي هي بتصير أثناء النوم. هي بتصير. احنا نتكلم عن الإرادة، الإسقاط النجمي هي ممارسة إرادية، يعني إذا تجربة خروج. ممارسة إرادية، فهي على قد ما هي معقدة وصعبة الفهم سهلة جدا. صحيح، لكن بالنسبة للشاكرات، يعني أنت كنت بدك تتكلم عن نقطة